لم يعد أو لم تعد مرضا يصيب كبار السن كما كان يعتقد الأطباء سابقا. حاليا تصيب كبار السن والشباب والنسبة تتزايد. حوالي 15 مليون حالة سنويا تدخل المستشفيات بسبب هذا المرض، ثاني أكثر مسببات الوفاة على مستوى العالم بعد الأزمة القلبية، ألا وهي السكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية، عافانا الله وإياكم. أعزائي المشاهدين، خلونا نتعرف سريعا على علامات ودلائل الجلطة الدماغية. تتلخص هذه العلامات في كلمة واحدة باللغة الإنجليزية، كلمة فاست. هذه الكلمة مكونة من 4 أحرف. الحرف الأول حرف الإف يشير إلى الفيس أو الوجه، الحرف الثاني حرف الإي يشير إلى أرم الذراع، الحرف الثالث يشير إلى إس سبيتش اللي هو الكلام أو النطق، الحرف الأخير حضراتكم ده مهم جدا ويساعد على الشفاء من الجلطة بشكل أسرع وهو تي تايم اللي هو الوقت. حضراتكم سريعا كده نتعرف على العلامات الظاهرة في هذه الجلطة. يظهر في الوجه في الفيس ناحية الشمال أو ناحية اليمين إلى زاوية معينة يميل الفم. أما الحرف الثاني وهو حرف الـ A الأرم الذراع، عدم القدرة على التحكم في أحد اليدين، يد اليمين أو اليد الشمال بيكون عدم القدرة على التحكم بشكل طبيعي. الحرف الثالث اللي هو speech نطق أو الكلام، يحدث ما يسمى للمريض أو المصاب بالجلطة العثمة الكلامية. حضرتك ببساطة لو طلبت منه أنه يتقول اسمه رباعي أو ثلاثي أو يقرأ آية قرآنية مش هيقدر، ما يسمى العثمة الكلامية. وفي بعض الأوقات يصاب المريض بما يسمى الحبسة الكلامية أو الحبسة التعبيرية. الحرف الأخير أو التي التايم، الحرف ده مهم جدا ارتباطه بالثلاث علامات اللي قبله، لأنه النهاردة الوقت هو أكثر العناصر، لأن أنت عايز تستفاد تروح بدري للطبيب. سنة 2018 ما قبل 2018 الأطباء قالوا أنه خلال 4.5 ساعات من الممكن إن إذا ذهب المريض إلى المستشفى يحدث تحسن ملحوظ في الجلطة خلال 4.5 ساعات. الأبحاث بعد 2018 بتقول إنه ممكن خلال 9 ساعات برضو لو أخذ المريض الأدوية المذيبة للجلطة يحدث تحسن ملحوظ في الجلطة. للحديث أكثر عن الجلطة الدماغية أو السكتة الدماغية أحاور ضيفي المتخصص الدكتور سامح راشد، طبيب المخ والأعصاب والطب النفسي. مساء الخير يا دكتور. مساء الفل، أهلا وسهلا. برحب بيك يا دكتور سامح في بدل الحكاية 2، سعيد جدا وجود حضرتك معي النهاردة. بنتكلم يا دكتور عن السكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية. طبعا ده تخصص حضرتك في مجال مهم جدا ومجال نادر. تمام، اهلا وسهلا بحضرتك استاذ آسر وبالسادة المشاهدين. حضرتك دكتور سامح، عندي سؤال عايز اعرف ببساطة معنى الجلطة الدماغية ومفهومها بمفهوم طبي مبسط للسادة المشاهدين. استاذ آسر، الجلطة الدماغية او المخية هي عبارة في الاساس عن انسداد وعائي تماما كشريان او وعاء يغذي منطقة فيحصل فيه انسداد، فيحصل انقطاع الدم عن الوصول لهذه المنطقة فيحصل فيها جلطة إفقارية، وأحيانا يحصل جلطة نزيفية، يحصل نزيف ما يسمى النزيف بالمخ، فيا إما تكون نزيف أو تكون انسداد للوعاء ببساطة. ببساطة، طب ما أهم أسباب الجلطة الدماغية، الأسباب الموجودة، أهم سبب عشان السادة المشاهدين يكون الأمور واضحة بالنسبة لهم ببساطة كده برضو. زي ما وضحنا للسادة المشاهدين، الجلطة يا إما نزيف يا إما جلطة انسداد للوعاء أو الشريان. فالنزيف أول سبب وأشهر سبب لي هو ارتفاع ضغط الدم، وهنا بنأكد على متابعة وعلاج ارتفاع ضغط الدم لأنه هو السبب الرئيسي للنزيف بالمخ، خاصة عند الانفعال أو عند الارتفاع الشديد أو عند بذل مجهود شاق.
يعني اخد من كلام حضرتك يا دكتور، الضغوط النفسية والمعيشية والقلق والتوتر من مسببات الجلطة او السكتة الدماغية. تمام. الضغوط المعيشية هي في الصميم من أسباب عفوا اتفضل. الضغوط المعيشية هي في الصميم من المسببات الجلطة الدماغية. ليه؟ لأن هي بتلعب من وراء الستار، بترفع ضغط الدم، بترفع السكر، ترفع الكوليسترول، بتزود اليوريك أسيد، بتزود الأدرينالين، بتزود العملية إثارة الأعصاب. فكل كل ما ذكرناه، كل اللي احنا قلناه دول أسباب للجلطة الدماغية.